وهنشوف أسرار غريبة جدا عن حياته أعتقد لأول مرة تعرفوها. الثعلب المصري سمير الإسكندراني ابن حي الغوري عاش فيها مع والده الحاج فؤاد سهرات وأمسيات الأدب والفن والغناء فوق سطح منزله هناك، وامتزج نموه بأشعار بيرم التونسي. ومع انتقال الأسرة من الغورية لشارع عبد العزيز كانت محطة تنقل كبيرة في حياة الثعلب. المنطقة في ذلك الوقت كانت مليئة بالأجانب والجاليات، إيطالية ويونانية وإنجليزية واليهود، وأصبحت السهرات والأمسيات مع هذه النوعية خاصة الإيطاليين واليهود، والذي تعلم منهم ما أفاده مستقبلا من تقاليد وأسرار في الحياة. وهناك قابل الفاتنة يوليندا التي أحبها كثيرا وحب كل ما هو إيطالي وتعلمه، وأصبح ذلك الشاب المصري غير عادي بمقياس ذلك الزمان، يجيد لغات متعددة ويعرف أسرار وتقاليد الحياة لفئات أخرى وأصحاب أديان أخرى، بل وتفوق فيها مما ساعده على الحصول على منحة دراسية في مدينة بيروجيا الإيطالية. وعند عودته للقاهرة للمرة الأولى كانت يوليندا أول من كان في فكره، ولكنه اصطدم بشدة عندما علم برحيلها مع أورلاندو صديقها القديم ليتزوج في أوروبا، مما دفعه للحصول على منحة دراسية جديدة بإيطاليا لاستكمال ما بدأ. بدأت اللعبة الخطيرة عندما ذهب في منحة دراسية إلى إيطاليا وتحديدا في مدينة بيروجيا عام 58، وكان وقتها في العشرين، ولكنه كان مختلفا بعض الشيء عن الشباب المصريين هناك، فقد كان يتحدث 5 لغات وكان يبدو عليه التحرر والحماس والانطلاق. كان يجيد الرقص والغناء ويرسم بورتريهات في الشارع، ولم تختلف إيطاليا عن باقي دول أوروبا وقتها في كونها تمتلئ بعيون صيادي الموساد لعلهم يقعون على من يصلح لأن يكون فريسة سهلة لتجنيده في شبكاتهم الجاسوسية، وكان ممن وقع عليهم اختيارهم حيث تصوروا أن سلوكه المتحرر لا ينتمي للنموذج المصري المتحفظ الذي اعتادوه في الشباب المصريين الذين يدرسون في الخارج، وبالتالي يسهل تجنيده والتعامل معه، ولكنهم لم يدركوا أن هذا الشاب المتحرر هو نفسه الذي ولد وتربى في حوش أدب بالغورية، وهو الذي كان يذهب مع والده تاجر الموبيليا البسيط للصلاة منذ أن كان عمره 5 سنوات، وهو أيضا الذي يوجد بداخله انتماء وصلابة لا يمكن أن تنكسر أبدا تحت أي ضغط أو إغراء. وذات يوم في إيطاليا التقى سمير الإسكندراني بذلك الشاب المدعو سليم في الجامعة، والذي كان بهر الجميع بذكائه وبإتقانه لعدة لغات بطلاقة منها العربية. وعلى الرغم من انبهار سمير الإسكندراني بهذا الشاب في البداية، إلا أن شيئا ما بعث الكثير من الحذر في أعماقه، خاصة بعد تحركاته المريبة ومعرفة سمير بموضوع جواز سفره الأمريكي عكس ادعائه بأنه عربي. في هذه اللحظة استفاد سمير الإسكندراني بما تعلمه من قبل عن طبائع المجتمع الأوروبي واليهودي من سابق معاشرته لهم بالقاهرة، واستطاع أن يخدع سليم ليعرف نواياه. ويدعي سمير الإسكندراني أن جده الأكبر كان يهوديا وأسلم ليتزوج جدته، ولكن أحدا لم ينسى أصله اليهودي، مما دفع والده للهجرة للقاهرة والتزوج بأمه ذات الطابع اليوناني وتزوجه، وأنه أكثر ميلا لجذوره اليهودية. حينها سقط سليم في فخ الثعلب واندفع يقول في حماس: كنت أتوقع هذا، أنا أيضا لست مصريا يا سمير، أنا يهودي. وقام سليم الذي بتقديم سمير إلى جوناثان سميث الذي لم يكن سوى أحد ضباط الموساد الإسرائيلي. وهنا أيضا قام سمير بخداعه مجددا وأوهمه بكراهيته النظام في مصر وسخطه منه بحكم نشأته وكذلك بحبه الشديد للمال، حتى عرض جوناثان العمل لصالح ما أسماه بمنظمة الحبر الأبيض لمحاربة الشيوعية والاستعمار، والتي كان هدفها وقف الزحف للشيوعية التي بدأت تزحف على الشرق الأوسط، وأن منظمته هدفها القضاء على تلك الشيوعية واسترداد الأموال التي اغتصبتها حكومة مصر من اليهود الذين هاجروا من مصر بعد حرب 56، وذلك مقابل راتب شهري ثابت ومكافآت متغيرة.
وبدأت التدريبات المكثفة على الحبر السري وكيفية جمع المعلومات العسكرية. ثم طلب جوناثان من سمير الإسكندراني التطوع في الجيش، وأن يبرر حصوله على المال بأنه كان يعمل مغنيا في أحد النوادي الليلية في روما. وعاد سمير إلى بيروجيا ليستقبل شقيقه الوحيد سامي، وأطلعه على الأمر في سرية. وبعدها عاد إلى مصر، ويروي سمير الإسكندراني بنفسه ما حدث عند نزوله مصر، فيقول: بمجرد أن وصلت الباخرة إلى الإسكندرية أخذت سيارة أجرة إلى القاهرة، وذهبت فورا إلى بيتي، وبمجرد أن رآني والدي اندهش جدا، فحكيت له كل ما حدث لي وتعرضت له في إيطاليا، فساعدني عن طريق صديق له سبق أن اشترى منه موبيليا، وكان هذا الرجل وكيل المخابرات العامة، فاتصلنا به وحكيت له ما مررت به، ولكنه تحدث معي بعدم اكتراث وطلب مني أن أمر عليه وهو يضحك، فقلت له أنني لن أمر عليه، ولكنه إذا أراد أن يعرف الحقيقة فعليه أن يلتقي بي في جروبي وتكون معه سيدة تبدو كأنها زوجته. هنا تغيرت لهجة الرجل وبدأ أكثر حزما، لأنه أدرك أنني مدرب فعلا والأمر خطير. وبعد ساعة تقريبا تقابلنا في جروبي وكأنها صدفة، أنا وهو وتلك السيدة، وسلمنا على بعض وكأننا نعرف بعضا من زمان، وسألني أنت فين ووصلت مصر إمتى، وأخذني معه في سيارة فيات بيضاء 1300، وغيرنا طريقنا أكثر من مرة، ونزلت أنا وركبت سيارة أخرى سوداء. وبعد فترة وجدت نفسي في مبنى أنيق بمصر الجديدة، ودخلنا مكتبا قابلت فيه ضابط قدم نفسه لي باسم جعفر، وعندما طلب مني أن يعرف حقيقة الأمر قلت له: أنا لا أعرف حضرتك ولا أعرف الباشا، وكلامي معناه حياتي ورقبتي، لذلك أنا لن أتحدث إلا مع الشخص الذي أعرفه. عندما سألوني من الذي تعرفه قلت لهم: الريس جمال عبد الناصر. وحاول الرجلان أن يقنعاني بالحديث ولكنني رفضت تماما، فقال لي: لو غيرت رأيك اتصل بينا. وغادرت المخابرات دون أن أنطق، وعلى مدى شهر ونصف الشهر ظللت أذهب يوميا إلى قصر عابدين وبابنة رئاسة الجمهورية لربما أقابل الرئيس عبد الناصر. وطوال هذه الفترة لم أحاول الاتصال بالمخابرات الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال، حتى اتصلت بي المخابرات المصرية وطلبوا مني الذهاب إليهم في موعد ومكان محددين، فذهبت في الموعد بالضبط وأخذوني معهم لفيلا بسيطة بمصر الجديدة. ومجرد أن وصلنا استقبلنا رجل أنيق، فاكتشفت أن الرجل الذي سبق أن استقبلني في مكتبه باسم جعفر وكان يركب معي السيارة ما هو إلا صلاح نصر مدير المخابرات العامة. ودخلنا صالونا به صور للرئيس جمال عبد الناصر وأولاده، وصورة للرئيس محمد نجيب. وبعد فترة أظنها لا تتعدى ربع ساعة دخل علينا الرئيس جمال عبد الناصر، فهجمت عليه وقبلته وحاولت تقبيل يده ولكنه رفض، فقلت له: أنا محتاج لك، أنا في مشكلة كبيرة. فقال لي: صلاح أبلغني عنك كلام كويس أوي، علشان كده قابلتك، وكفاية إنك جيت لنا بنفسك، وعرفت إن الفترة اللي تركوني فيها قام رجال المخابرات بعمل مسح شامل عني وعن عائلتي، وحكيت للرئيس كل ما تعرضت له في إيطاليا، فأعطى إشارة البدء لصلاح نصر للتعامل معي، وكانت الوسيلة التي استقرت عليها المخابرات هي أن أستمر في العمل مع المخابرات الإسرائيلية. ويكمل سمير الإسكندراني: اطلعت الرئيس على كل ما لدي وعلى تخطيطهم المتمثل في أولا اغتيال المشير عبد الحكيم عامر بعد أن فشلت محاولاتهم لنسف طائرة اليوشن 14 عام 56 في الجو، على اعتبار أنه بداخلها، وكانوا يجندون لتلك العملية جاسوسا مصريا اسمه إبراهيم رشيد، كانت كل تقاريره مسؤولة لأن ترسم للموساد تحركات المشير أولا بأول. وكان مدير المخابرات الإسرائيلية وقتها يكرر طلبه دائما لتوافر معلومات أكثر عن تحركات المشير. ثانيا، أما الأخطر فهو اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر نفسه عن طريق وضع سم طويل المدى في طعامه، خاصة أنه كان يمثل الخطر الرئيسي على إسرائيل على حسب قول إسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل وقتها. ولكن وضع السم في طعام عبد الناصر لم يكن شيئا سهلا، فكيف خططوا لتلك العملية؟ كان ذلك عن طريق تجنيد شيف
يوناني يعمل في محلات جروبي بالقاهرة، وكان هو المكلف بتلك العملية. وكانت الخطة على حسب اعترافات هذا العامل نفسه بعد القبض عليه هي أنه كان مقررا أن يراقب هذا الشيف واسمه جورج استامياتيو، مواعيد الحفلات الرسمية التي يتواجد فيها عبد الناصر، وتشرف محلات جروبي على خدمة الطعام والشراب فيها. وكان دوره أن يضع سم طويل المدى لعبد الناصر في طعامه الخاص، بحيث لا يأتي هذا السم بمفعوله القاتل إلا بعد 6 أو 7 شهور، وبالتالي يصبح من المستحيل اكتشاف تلك العملية. وبعدما اطلع عبد الناصر على كل شيء، أخبر سمير الإسكندراني: أعتقد أن دورك لم ينتهي بعد يا سمير، أليس كذلك؟ أجابه الشاب سمير الإسكندراني في حماس شديد: أنا رهن شرطك يا ريس، ودمي فداء مصر. وكان هذا إيذانا ببدء فصل جديد من المعركة. كان سمير ثعلبا حقيقيا، استوعب الأمر كله والتدريبات كاملة في سرعة وإتقان، وبرزت فيه مواهبه الشخصية بقدرته المدهشة على التحكم في انفعالاته وبراعته في التعامل مع العدو وخداعه في نقل المعلومات بحنكة. كانت نوعية معلوماته صحيح هامة، ولكنها تقليدية حتى لا تثير شكوك العدو بالتعاون مع المخابرات المصرية. وكانت أهم مرحلة التي قطعت أي شك اتجاه سمير الإسكندراني رفضه بذكاء شديد عملية تجنيد أحد أقاربه العسكريين، وأوضح أنه شخصا عاديا. طوال الوقت كان سمير يشكو في خطاباته إلى جوناسان من احتياجه الشديد للمال، ويهدد بالتوقف عن العمل، وفي الوقت نفسه كان يرسل لهم عشرات المعلومات والصور. فطلبوا منه استئجار صندوق بريد وتوصيل 3000 دولار داخل عدة مصاريف وصلت كلها داخل مصر، لتعلن عن وجود شبكة ضخمة من عملاء إسرائيل تتحرك في حرية داخل البلاد وتستنفذ أسرارها. فبدأت خطة منظمة للإيقاع بالشبكة كلها. فاستكمل سمير الخطة عندما طلب منه إرسال الأفلام مصورة، أعلن خوفه خشية أن تقع في أيدي الجمارك ورجال الرقابة، فأرسل إليه جوناسان رقم بريد في الإسكندرية وطلب منه إرسال طرود الأفلام إليه. وبدأت خيوط الشبكة تتكشف شيئا فشيئا. لقد كانت أضخم شبكة تجسس عرفها التاريخ، ومعظمها من الأجانب المقيمين في مصر الذين يعملون بمختلف المهن. وأدركت المخابرات المصرية أنها أمام صيد هائل يستحق كل الجهد المبذول، وقررت أن تعد خطتها بكل دقة وذكاء، وتستعين بقدرات سمير الثعلبية لسحق الشبكة كلها دفعة واحدة في أول عمل من نوعه في عالم المخابرات، وبخطة ذكية وأنيقة تحتاج إلى مقال كامل لشرحها، حيث استطاع سمير إقناع المخابرات الإسرائيلية بإرسال واحد من أخطر ضباطها إليه في القاهرة، وهو موسى جود سوارد الذي وصل متخفيا. ولكن المخابرات المصرية راحت تتبع خطواته في دقة مدهشة، حتى توصلت لمحل إقامته إلى اتصالاته السرية برجلين هما رايموند بيتو الموظف بأحد الفنادق، وهيلموت باوخ الدبلوماسي بأحد السفارات الأوروبية والذي ينحدر من أم يهودية ويتولى عملية إرسال العمليات إلى الخارج، مستخدما الحقيبة الدبلوماسية بشكل شخصي. وبضربة مباغتة ألقت المخابرات المصرية القبض على موسى وتحفظت عليه دون أن تنشر الخبر أو تسمح للآخرين بمعرفته، وتمت السيطرة عليه ليرسل خطاباته بنفس الانتظام إلى الموساد حتى يتم كشف الشبكة كلها والإيقاع بكل عناصرها. وراح عملاء الشبكة يتساقطون واحد بعد الآخر، والحقائق تتكشف أكثر وأكثر، ودهشة الجميع تتزايد وتتزايد. ثم كانت لحظة الإعلان عن العملية كلها، وجاء دور الإسرائيليين لتتسع عيونهم في ذهولهم، يكتشفون أن الثعلب المصري الشاب سمير الإسكندراني قد ظل يعبث معهم ويخدعهم طوال عام ونصف العام، وأنه سحق كبريئين بضربة ذكية متقنة مع جهاز المخابرات المصري الذي دمر أكبر وأقوى شبكاتهم تماما. وفكروا في الانتقام من الثعلب بتصفية شقيقه سامي
ولكنهم فوجئوا بأن المخابرات المصرية قد أرسلت أحد أفضل رجالها لإعادته من النمسا قبل كشف الشبكة، وكانت الفضيحة الإسرائيلية عالمية ونصرا مصريا كبيرا. ودعا الرئيس جمال عبد الناصر سمير الإسكندراني ليكافئه على نجاحه في تلك اللعبة، حيث تسبب نجاحه في استقالة مدير المخابرات الإسرائيلية آنذاك ارطابي. ده سمير الإسكندراني، ادعوا له ربنا يشفيه. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا